وللمزيد حول الأوضاع بالشرق الأوسط وجولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة، ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن مباشرة موفد التلفزيون المصري عمرو عبد المجيد. عمرو، أرحب بك. وضعنا فيما يحمله بلينكن في جعبته هذه المرة في هذه الزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط. مرحبا بك يا يوسف. بالطبع هذه الزيارة هي الزيارة 11 لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وربما تكون هذه الزيارة هي الزيارة الأخيرة لوزير التربية أنتوني بلينكن في عهد ولاية الرئيس بايدن. وبالطبع هذه الزيارة هي غاية الأهمية في محاولة لتبييض وجه الإدارة الأمريكية ومحاولة تفك أرضية واضحة للإدارة الأمريكية القديمة، بالتحديد طبعا للإدارة الديمقراطية، باعتبار ان هذه الاداره المحليه بالتالي محاوله كسر على الارض قوه خارجيه وتشعبيه واضحه من قبل الاداره الديمقراطيه بالعكس الرئيس بايدن وكمال هاريس بالطبع. لكن يحمل في ضغطه هذه العديد من الموضوعات وفي مقدمتها بالطبع ملف الرهائن الاسرائيليين المتواجدين لدى حركه حماس وبالطبع لدى الجانب الفلسطيني. بلينكن وصل بالفعل الى تل ابيب وبدات لقاءات مع المسؤولين في اسرائيل. بلينكن هذه الزياره ربما كانت متكتم عليها واضحا خلال الساعات القادمه، لم يفصح عنها الا بالامس حينما بدا بالفعل الاستعدادات لمغادره الولايات المتحده الامريكيه للذهاب الى منطقه الشرق الاوسط. وحتى هذه اللحظات لم يتم الافصاح عن الدول التي سيتم زيارتها، لكن من المؤكد ان ايران ربما ان عفوا ان الاردن من المحطات الموجوده في زياره بلينكن. النقطه الاهم والغايه في الاهميه وهي الحديث عن منطقه الشرق الاوسط ومحاوله تطبيق القرارات الامميه وبخاصه قرار 1701 من قبل اسرائيل تحديدا والضغط من قبل الولايات المتحده الامريكيه لتطبيق القرارات على لبنان، لان هناك بالطبع اختلاف واضحه الان واسرائيل ما بين يوم الاخر الضربات الجويه والضربات الصاروخيه على وبالتالي محاوله الاداره الامريكيه تضغط بشكل واضح على الاداره الاسرائيليه لايقاف تمرينات الدم في فلسطين وايضا في لبنان. القضيه الاهم الحديث عنها يدور وسط في الشارع الامريكي تحديدا وهي قضيه التسريبات التي سربت من اسرائيل بان ربما يكون هناك هجمات على ايران خلال الفتره القادمه، ولكن لم نفصح عن التوقيت والزمان والمكان التي ربما تقوم في اسرائيل بذلك، وبالتالي هذا الموضوع حاله الاهميه لغايه الخطوره. والاداره الامريكيه لها صحه منذ سنين اكد في تمت علاقه بهذا الموضوع ولم تتدخل في رد يكون لاسرائيل فقط، لكن تبقى اداره الرئيس بايدن هناك تخوفات كبيره جدا من ان تتم اعتداءات متواصله على ايران في هذه الفتره، وبالتالي تتضخم باصوات الاحداث الثالثه وتزداد منطقه الصراعات في المنطقه، وبالتالي يكون هناك توسيع صراع وتخوف مؤكد ذلك على الطير من الاتجاه. هناك ترقب واضح في الشارع الامريكي للانتخابات الرئاسيه وماذا ستكتب عنه خلال الاسبوعين بتحديد يوم الخامس من المسجد. هل سيكون الرئيس القادم في هذا المكان تحديدا، هل سيكون الرئيس من الديمقراطيين ام من الجمهوريين؟ وبالتالي السياسه ستختلف بشكل واضح خلال الفتره القادمه اذا كان الرئيس الامريكي القادم سيكون ديمقراطي ام سيكون جمهوري سيكون ترامب، وبالتالي الاوضاع ستختلف كثيرا في المنطقه. هناك ترقب واضح لمجريات الامور، لكن على كل حال الجميع ينتظر بشغف ماذا ستظهر عن الزياره المرتقبه لانتوني بلينكن في ظل حتى كان مؤتمر صحفي منذ قليل لم توضح اي تفاصيل عن الزياره وماذا طلب وزير الخارجيه الامريكي جون كيري. الجميع مترقب لنتائج هذه الجولة الأخيرة لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. زميلي عمرو عبد المجيد موفد التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا لك.